عودة لحضراتكم، وكلمنا في الفقرة الأولى عن مجلس الشيوخ، هذا المجلس الذي خالى دستور 2014 من ذكره، ولكن دعت الحاجة إلى وجوده، لذلك قمنا بتعديلات دستورية وصوت المصريين عليها بنعم لإعادة مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ يا ترى إيه أهميته في هذه الفترة؟ إيه الدور المنوط به؟ وإيه المفترض يقدمه عضو مجلس الشورى أو الشيوخ؟ أيضا عاوزين نتكلم عن عضوية كل واحد من المتقدمين، هل له شروط معينة؟ هل هو بنظام القائمة والفردي فقط ولا في تعيينات؟ كل ده هنعرفه أكتر مع حضراتكم. طبعا كان في قانون تم الموافقة عليه وبمقتضاه بدأ تلقي طلبات الترشيح اللي بدأت من بالأمس ومستمرة حتى 18 يوليو القادم. هنعرف أكتر عن مجلس الشيوخ وعن كل الشروط الخاصة بالتقديم ليه من خلال حديثنا مع ضيفنا النهاردة الأستاذ صفوت عمران، رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. حضرتك منورنا، وطبعا حديثنا عن مجلس الشيوخ واهميته في هذه الفقره. الحقيقه زي ما نهله ذكرت انه تم الاستفتاء على عوده مجلس الشيوخ مره ثانيه والشعب المصري قال نعم، فبالتالي تم الدعوه لانعقاد هذا المجلس، وتم الدعوه ايضا لتقدم بالترشح بالاوراق. امبارح فتح باب الترشح ومستمر لغايه يوم 18، وعايزين نعرف من حضرتك أهمية تواجد مثل هذا المجلس في هذه المرحلة من الزمن. بداية في دستور 2014 المشرع لغى مجلس الشورى بدعوى أنه مكلف جدا بالنسبة للدولة، لكن الممارسة على الأرض خلال الخمس سنوات الأخيرة في وجود غرفة واحدة لتشريع مجلس النواب أثبتت أهمية مجلس وجود غرفة تانية للتشريع، وده اللي كنا قلناه في 2014 للأسف، اللي هي فكرة أن هناك 88 دولة على مستوى العالم فيها غرفتين برلمانيين، يعني ده مش بدعة مصرية ولا حاجة. خلال ممارسة مجلس النواب اكتشفنا أعتقد أنه هو اللي كان في الأصل، يعني مجلس الشيوخ أصلا هو اللي كان في الأصل وبعد صحيح. كده طلع مجلس. تاريخ النياب المصري كان فيه يعني فكرة المشورة ومجلس المشورة والمجلس الشورى القوانين، كل ده بيدي إطار مجلس الشورى، لكن كمان انه خلال الخمس سنوات الماضيه نحو 95% من القوانين كانت الحكومه هي اللي بتقدمها، وبالتالي غاب دور التشريعي عن مجلس النواب، مما دعا لفكره انه وجود يعني غرفه ثانيه للبرلمان او للتشريع تكون هي العقل المفكر لاصداء يعني وضع القوانين ثم بعد كده مناقشتها في الغرفه الثانيه. الحقيقه مع عوده مجلس الشيوخ بشكله الجديد كان في مجموعه يعني تحت اسم الشيوخ، اعتقد يعني ده لاول مره كان في مجموعه من الصلاحيات الواضحه انتقصت من الصلاحيات اللي كانت موجوده في دستور 71 تعديلات 2007 الخاصه بمجلس الشورى، وبين مجلس الشورى الحالي دوره استشاري اكثر، عباره عن مجموعات خبره، رقم واحد يؤخذ رايه في اذا كان هناك تعديل في ماده او اكثر من الدستور، ايضا يؤخذ رايه في القوانين اللي تحلي سواء من رئيس الجمهوريه او مجلس النواب، مهم جدا رايه في المعاهدات والاتفاقات الخارجيه الخاصه بالدوله فيما يتعلق باعمال السياده، والاهم بقى الاضافه الجديده ان مجلس الشيوخ عباره عن بيت خبره للسياسه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه للدوله. فكره ان هم يكون عندنا مجموعه من الخبراء بشكل متنوع يدعموا الخطط الدوله الاقتصاديه ويقدموا مشوره سواء للحكومه او رئاسه الجمهوريه في هذا الاطار، وده ربما اللي جعل احد شروط الترشح لمجلس الشيوخ هو الحصول على الشهاده الجامعيه كحد ادنى. طيب خلينا نتكلم عن الجزئيه دي، حضرتك قلت ان هو هيكون بمثابه بيت خبره وان هم دول الحكماء اللي المفروض انهم يفكروا ويقرروا ويتدخلوا في التشريع وينظروا في اشياء مهمه جدا. صحيح. الا ترى انه 35 عام ده يعني سن قليل شويه بالنسبه لحد احنا يعني بننتظر منه ده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين التوزيع 100 فردي و100 باللائحه او بالقائمه و100 بالتعيين. تمام. هنا يعني احنا واحنا بندعو الناس للانتخاب لابد ان احنا نقول لهم وظيفة الشخص ده مش هو نائب الخدمات، وظيفة الشخص ده مش شخص عادي، ده شخص هيقوم هيكون عقل مفكر ومدبر. فتعليقك على الجزئيتين دول، السن هل هو مناسب كبداية وشهادة جامعية فقط، هل هي مناسبة لشخص ذو خبرة هيدلو بدله في أمور مهمة ولا لأ؟ ونتكلم عن القائمة والفردي مع 100 من التعيين. هي شهاده جامعيه حد ادنى لكن مش حد اقصى، فاحنا بنتكلم على حد ادنى لان في مجلس النواب اشترطت الحصول على الشهاده الاعداديه فقط،
وبالتالي هناك في فارق بالنسبه لعضو مجلس الشيوخ باعتبار الخبره. اما بالنسبه للسن، الحقيقه انه الدوله منذ 2013 بتتجه بشكل واضح مع وصول الرئيس السيسي للسلطه لدعم وتعزيز قدره الشباب. حاجة تانية، احنا دولة حيوية، 60% من الشعب المصري في سن الشباب، وبالتالي مهم جدا ان نضخ حيوية داخل المجلس. والخبرات المتراكمة، لا عندنا يعني ناس من الشباب لديهم خبرات جيدة جدا ربما تفوق من اكثر منهم عمرا، وبالتالي دي ليست المعضلة. المعضلة قدرة الشخصية للفرد مع شروط جديدة كثيرة جدا، اهمها طبعا بالنسبة لفكرة انه يكون مصر الجنسية، وانه يكون فكرة انه هو يعني ما فيش عليه يعني اي ملاحظات قانونية، ما فيش يمارس حقوقه السياسية، كل هذه شروط اساسية للترشح. طبعا. لكن الحقيقة انه المادة الموجودة في الدستور حول عدد المرشحين، الدستور بيقول ثلثين بالانتخاب وثلث بالتعيين عن طريق رئيس الجمهورية. فيما يتعلق بثلثين الانتخاب، القانون بقى قال انه هيبقى المجلس بيتكون من 300 فرد، وبالتالي ثلث التعيين 100 هيبقى رئيس الجمهوريه عضو، وفي 200 100 بالقائمه و100 بالفردي. طبعا القائمه قسمت لاربع قطاعات، قطاع القاهره ووسط الدلتا، وقطاع الصعيد يبدا من الجيزه حتى اسوان، وقطاع شرق الدلتا، وقطاع غرب الدلتا. القطاعين الاكبر الصعيد والقاهره 35 لكل قائمه، في القطاعين الاصغر 15 لكل قائمه. في ترتيبه جوه اهمها طبعا اللي هي فكره نسبه المراه، 10% داخل المجلس الشيوخ من السيدات، وده برضو احد التوجهات المهمه. احنا بنتكلم على الدستور منح المراه 25% في مجلس النواب، لكن النهارده بنقول قانون مجلس الشيوخ منح المرأة 10%. أنا كنت عايز أسأل على الجزئية دي، 10% ده بالنسبة للفردي والقائمة، يعني 20 سيدة في الفردي والقائمة. ماذا عن التعيين؟ هل برضو التعيين يشترط فيه؟ برضو بيلزم الإجمالي بتاع المرأة في داخل البرلمان على الأقل يكون 10%. يعني بنتكلم على 300 عضو في مجلس الشيوخ، 10% بنتكلم على 300 عضو من إجمالي 300 بالظبط، بنتكلم على 300 عضو، يبقى 10% 30 عضو على الأقل سيدة، قد يكون أكثر، لكن على الأقل 30 سيدة موجودة في مجلس الشيوخ. وأعتقد يعني ده مهم جدا، لأنه الحقيقة مصر برضو من الحاجات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تعزيز دور المرأة وتأكيد دورها، وده اللي واضح. إحنا بنتكلم على يعني في الثورة 30 يونيو وما قبلها، كان دور المرأة واضح جدا في القرارات الاجتماعية، مساندة قضايا الدولة خلال الفترة الأخيرة المرأة كان دورها مهم جدا، وبالتالي كان ده رسالة بنقول يعني تقدير من الدولة للمرأة المصرية ودورها وجودها في الحياة النيابية، خصوصا إيجاد بيئة يعني إيجابية لمشاركة المرأة. وده الحاجات دي الدفعة القوية والإيجابية اللي قدمتها الدولة للمرأة المصرية، لأنه برضو إحنا فضلنا لفترات طويلة بنتكلم على فكرة المساواة ما بين الفرص، مش هقول بقى مساواة ما بين الرجل والمرأة، أنا بقول مساواة الفرص ما بين الاثنين، ولكن كان ملاحظ جدا إن المجتمع بيغفل دايما حقوق المرأة، يختار الرجل مثلا في التمثيل النيابي ويغفل حق المرأة، فبالتالي التمييز الإيجابي أو الدفعة بالمرأة في الصفوف الأمامية سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب ده شيء إيجابي جدا وهام جدا، وأعتقد أنه عندنا سيدات كثيرة جدا تستحق، عندهم خبرات عالية جدا في كافة المجالات. هو التمييز الإيجابي مهم حتى لمرحلة ما، يعني دورة نيابية أو دورتين، بحيث أنه لغاية لما المجتمع يتعود تاخد خبرتها قدرتها، بحيث تقدر تنافس على المقاعد الفردية. هي مش هي يا فندم، هو المجتمع. المجتمع يعني مع احترامي الشديد جدا دايما بينحاز للرجل عن المرأة، فدي لازم تتغير الفكره دي، لازم تتغير. من الحاجات في العلوم السياسيه اللي احنا بنناقشها على ارض الواقع، انه الذي لا ينتخب المراه هو المراه، يعني الرجل في كثير من الاحيان ينحاز وينتخب المراه ويقتنع بيها. الممارسه على الارض هي اللي هتحدد ينتخب مين، زي ما حصل في الحكومه لما تعين وزيرات شفنا ادائهم راقي قد ايه، وفاق اداء وزراء رجال، وبالتالي هنقول لا عاوزين وزيرات تاني. وده منح الدوله، وده منح الدوله انها تزود عدد السيدات في الحكومه لانها شافت اداء ايجابي. صحيح. النهارده بقول انه اداء السيدات في البرلمان هو هيبقى فرصه ان يبقى فيه اقتناع من الشارع، خصوصا البرلمان اللي فات عندنا 15 سيده تم انتخابهم بشكل فردي، رقم ضخم جدا لم يحدث في تاريخ الحياه النيابيه المصريه، لانه الحقيقه
الاداء الفرد السيده. انا نفسي يجي اليوم ننتخب السيده لانها قادره، لانها صح. تمتلك القدره مش لانها سيده. ننتخب الشاب لانه يمتلك القدره مش لانه شاب. صح. نمتلك اي يعني كل الفئات اللي دلوقتي بنحظى بيها واخده حمايه داخل لها دفعه دلوقتي لغايه ما لانها تستحق وانها لديها القدره. نعم. ده مهم ان شاء الله نوصل له في الفتره اللي جايه. وده النهارده بنقول النهارده في الدفعه دي برضو بنقول ان احنا كدولة عندنا التنوع الايجابي اللي ممكن يعبر عن كل الفئات المجتمع داخل المجالس النيابية. والحقيقة انه كمان الاعلام لازم يقوم بدور مهم جدا، وهو تغيير فكر المجتمع لدور مجلس الشيوخ وايضا مجلس النواب. يعني صحيح. احنا برضو بنلاقي انه الناس بتاخد النايب دوت ان هو نايب الخدمات، في حين ده مش دوره، هو بيأدي ده علشان يختم الدايرة بتاعته، لكن هو في الاصل مش ده دوره تحت قبة البرلمان سواء الشيوخ أو النواب. هو دوره تشريعي ودوره رقابي ودوره ليه أهمية أخرى تماما غير الخدمات اللي بيقدمها على أرض الواقع اللي هي تزيد من قدرته في الشارع. لا أنا أقول لحضرتك بشكل واضح، لو مجلس النواب على مجلس النواب مجلس الشيوخ مارسوا دورهم الحقيقي في رقابة الحكومة وإلزام الحكومة بالقيام بدورها الخدمي، أعتقد هيبقى فيه الجزء الثاني، الجزء الرقابي والتشريعي. هي مهمة جدا تكامل بين الأدوار. إذا أدى عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، هو هيخلي الحكومة تلتزم بدورها الخدمي، فهو مش مطلوب منه دور الخدمي. لكن للأسف كتير من الأحيان بيبقى غائب الدور الخدمي خصوصا في المحافظات والأقاليم، فالناس أو الجماهير بتلجأ للنائب. وده برضو خلي بالك من مراحل التحول بتاعتنا، مش هنقدر يعني نصل إلى الفكر المتقدم ده بتاع دور الرقابي والتشريعي فقط للنائب إلا بعد سنوات من غرس القيم دي. صحيح. والنهارده بنتكلم عشان كده بتكلم الاعلام لازم يشتغل على صحيح. النقطه دي، هو الوعي عموما على الارض، الممارسه على الارض. يعني احنا صحيح. بعد الثوره بنبدا حاجه جديده، بنبداها بنتعثر في حاجات وبننجح في حاجات، والممارسه هي اللي بتخلينا. بس خلينا نبقى عارفين انه النهارده في مجلس الشيوخ عشان ما نثقلش على الناس نطلب منهم اكتر ما هو مستطاع بالنسبه لهم. هم عندهم اداتين للرقابه موجودين اللي هي فكره المناقشه، طلب المناقشه العامه، وانه يبقى في قضيه عامه تتناقش داخل المجلس، والحاجه الثانيه الاقتراح برغبه للحكومه ومساعده الحكومه، لانه فكره الطلبات الاخرى بتاعه الاستجواب وطلب الاحاطه وغيره مجلس النواب هيعملها، مجلس النواب فقط يقتصر بها، لانه شايف انه ده هيبقى ارهاق للحكومه ومجرد ان يتساءل في قدام مجلسين عمل مرهق وغير مجدي. وبالتالي ليس في الامكان ابدع من مكان. مجلس الشيوخ بهذا الشكل الذي منحه الدستور والقانون هو مجلس استشاري لبيت خبره نستفيد من هذه العقود. وده وظيفه هايله. واعتقد ان احنا النهارده يعني اللي هو فكره بنوك التفكير ده من اهم الحاجات اللي في العالم طبعا. كله لها اهميه طبعا. ولما يكون النهارده يعني لما تيجي تشوف الاسماء المقترحه لمجلس الشيوخ خلال الايام الماضيه اللي انشغل بها الراي العام، اعتقد في اغلبها اسماء محترمه تحظى بتقدير على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي، وده اعتقد مهم. محتاجين ده، محتاجين يبقى عندنا نوعيه مختلفه تستطيع ان تفكر لمستقبل هذه الدوله بشكل مختلف. وحتى لو كانت الاختيارات الشعبيه يعني مش جيده، الاختيار الرئاسي هيوازن ده بمئه من المعينين اللي صح. يقدروا يسندوا الدوله. صح. لكن انا عايزه اعرف من حضرتك مراحل الترشح عشان دي مهمه، والمواعيد علشان الناس كلها تشارك. مواعيد الانتخاب هيكون امتى في الداخل وفي الخارج، ومراحل الترشح دلوقتي اللي بتحصل ايه؟ طبعا من امبارح لغايه يوم 18 السبت القادم فتح باب الترشيح. في شروط مهمة جدا للترشيح، أهمها الجنسية المصرية، أهمها الخدمة العسكرية، شهادة جامعية، في إقرار ذمة مالية، عدم وجود يعني ما يمنع قانونا من ممارسة العمل السياسي، إقرار ذمة مالية للأسرة كلها، وده مهم جدا على مستوى فكرة الترابط. مستوى الفرد كان قديم، لكن مستوى الأسرة كلها ده اللي جديد. ده اللي جديد. عشان فكرة الحاجات اللي بنسمع عنها بعد كده. كل الإجراءات دي والشروط مهمة جدا. بعد يوم 18 لغاية يوم 26 فكرة الطعون ومرحلة الطعون. من 26 لحد يوم 6 أغسطس فترة الدعاية، من 6 و7 أغسطس انتخابات 9 و10 أغسطس انتخابات المصريين في الخارج. 8 لا 9 و10 أغسطس انتخابات المصريين في الخارج، 10 11 و12 المصريين في الداخل. يوم 19 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى. إذا في إعادة، طبعا الدستور أو القانون قال إن إذا كانت قدمت قائمة واحدة، وإحنا مش شايفين في اتجاه تقريبا قائمة واحدة في بشكل التحالف الوطني اللي بيتم إجراءه دلوقتي، لو قدمت قائمة واحدة بس نسبة 5% فقط تنجح هذه القائمة وما بيبقاش في إعادة. إذا كان في إعادة فبرضه بنتكلم على
6 و7 سبتمبر مصريين في الخارج، 8 و9 سبتمبر مصريين في الداخل الإعادة، ويوم 16 سبتمبر يتم إعلان النتيجة النهائية لمجلس الشيوخ ليعقد بعد ذلك أول جلسة لهذا المجلس المنتخب. طبعا قانون مجلس الشيوخ الجديد أعاد ممتلكات مجلس الشورى القديم إلى مجلس الشيوخ. خلال شهر سوف يتم إعادة الهيكلة الوظيفية داخل المجلس، وبالتالي أعتقد أن احنا ربما في نصف سبتمبر سوف يكون لدينا أول مجلس شيوخ باسمه الجديد، يعبر إن شاء الله، نتمنى أن يعبر بصدق عن إرادة المصريين ويعبر عن بيت خبرة نحتاجه مصر خلال السنوات القادمة. سريعا يا فندم، آلية الانتخاب، يعني دلوقتي المواطن داخل على لجنة الانتخاب في قايمة وفي فردي، تمام، هيعمل إيه؟ بالنسبة للقايمة بنتخب قايمة واحدة بس في القطاع كله على مستوى المحافظات، أما بالنسبة للفردي فتم تقسيم الدوائر كل على 27 محافظة، كل محافظة لها عدد مختلف بالنسبة للأعضاء. في محافظة زي محافظة الجيزة مثلا فيها 8 نواب فردي، فالناخب في الجيزة ينتخب 8. في محافظة زي سوهاج في الصعيد فيها 5 فردي، فالناخب ينتخب 5 أشخاص أو مرشحين فردي. في محافظة أخرى زي مثلا شمال سيناء فيها مقعد واحد فردي، فينتخب مرشح واحد فردي حسب آلية كل محافظة. لكن على مستوى القايمة هو بينتخب قايمة واحدة بس في القطاع التابع. ومهم ان احنا نشتغل في الفترة اللي جاية على تثقيف المواطن كيفية الانتخاب، لانه ممكن يدخل يبطل صوته فتبقى مشكلة. طبعا، ودي اشكالية لازم نوعي بها المواطن. الحاجة التانية، احنا طبعا دلوقتي في زمن الكورونا، ففي الدعاية في اسلوب مختلف، السوشيال ميديا والانترنت اعتقد هيبقى له دور كبير لعدم وجود التجمعات، وفي نفس الوقت لازم يكون في توعية، الحفاظ على المسافات، الكمامة، الحاجات دي كلها، لان برضو يهمنا جدا سلامة الناخب والمواطن عشان يبقى في مظهر حضاري يليق بمصر. واعتقد انه النهارده بنتكلم على سنه مهمه جدا في تاريخ الحياه المصريه، سنه الانتخابات النيابيه. النهارده في شهر 8 وشهر 9 مجلس الشيوخ، مقترح يكون في شهر 10 وشهر 11 مجلس النواب. نتمنى ان يحسن المصريين اختيار نوابهم بجد حتى يعبروا عنهم هم بعد كده بشكل يعبر عن الشعب المصري بشكل افضل ويحقق امال الشعب المصري ان شاء الله. وكما نجحوا في اختبارات كتيره قوي برغم وجود كورونا زي الثانويه العامه وغيرها من الاختبارات، هنعدي هذا الاختبار بنجاح باذن الله. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ صفوت عمران رئيس قسم الشؤون السياسيه بجريده الجمهوريه. شكرا على وجودك معانا وهذه المعلومات القيمه عن المجلس. اشكرك. بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين هلتقي بحضراتكم من جديد. مبادره جميله جدا، ازاي الفن بيحارب كورونا، ازاي كل واحد فينا ممكن يشوف جمال في مكان او يحول القبح الى جمال. الرئيس عبد الفتاح السيسي متولي القضاء على العشوائيات عشان يبقى مظهر مصر جميل وتبقى مصر جميله، فكل واحد فينا ممكن يخلي مصر جميله بالالوان او بالفن. بعد الفاصل هنلتقي بالاستاذ احمد الاسد مدرس التربيه الفنيه صاحب مبادره الفن يحارب كورونا في محافظه قنا. Very good. It's about water and really a charming place for us. Пирамиды и хотел бы съездить в Мусор. Я тоже люблю погоду в Египте. Хотя робот меня счастливый. Начинается природа в Египте. Мне нравится море в Египте. Начинается подводный мир, особенно кораллы. Это, безусловно, радует. Потому что все море твое, людей практически нет.